مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية نجم تيك توك الله يوليه برحمة الله أنور العثماني. مشاهدينا الكرام، اليوم الجلسة ديالو تطورات مهمة في الموضوع. أنور العثماني احترام الرأي العام اللي تقتل في طنجة، هو من مدينة العرائش، معايا الأم ديالو أستاذة والأب ديالو أستاذ. ملف صادم وصعب. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، تطورات جد مهمة، تبعوا معايا. أستاذ، اليوم الجلسة كان فيها مفاجآت وكان فيها أمور يعني لأول مرة، عاودي معايا أستاذ شنو الوقع في الجلسة بالضبط؟ السلام عليكم. بعدا اليوم كانت الجلسة السابعة، جلسات صراحة الجلسة ديال اليوم كانت مختلفة على الجلسات الأخرين. دائما كنت تنمشي تنجلس عين اللور هكا وتنشوف وانا تنتقطع من الداخل اشنو غيكون اشنو غادي. اليوم ما اليوم هذا واحد ما حسيتش براسي القاضي المحترم اللي بدات يعيط على الشهود فلان فلان، هذه ما حسيتش انا براسي، تلقيت راسي واقفه قدامه. اليوم انا تنتكلم كأم وكعاطفه بعاطفه وهذا ورانا سيلقاو لي العذر، لان عييت دائما الجلسات تنمشي هكا تنبقى وتنجيب بواحد تنجي مألمه تنجي مأزمه انه ما تيكون شي تطور في القضيه. هذا اليوم قلت ما حسيت براسي، تلقيت راسي قدام القاضي، قلت له السيد القاضي والله يجازيه من هذا المنبر هضر معايا بعدا كانسان قبل ما يكون قاضي، وزعما واحد المعامله اللي اتلجت صدري والحمد لله انه عزاني الله يجازيه بخير. وقال لي شوف بنتي، الملف د ولدك كيما انت محروقه عليه حنا محروقين عليه، وحنا مصرين ان فعلا غادي نلقاو الحقيقه وغنوصلوا للحقيقه. وهذا الشيء اعطاني واحد شويه د الراحه، الحمد لله بدينا ترتاحوا، بان لي بان الملف فعلا انه الهيئه واخذه بواحد الجديه وبواحد الاخلاص وبواحد التفاني، وان فعلا تحط على الطريق الصحيح. علاش؟ لان فعلا حتى القاضي انه مشى معنا، حسيت انه مشى معنا في الطرح ديال ان ماشي المعتقله هي الوحيده المرتكبه للجرم، ماشي هي. علاش؟ اول حاجه اصر على حضور المشتبه فيه اللي هو دابا تنظن خارج ارض الوطن، وكذلك صاحب الرقم اللي اتصلت به 25 مره اللي كاين هنايا في 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 هنايا في المغرب، وجاتني اخبار انه تيمارس التجاره ديالو بخير في مارتيل وهذا تيدير الالومنيوم، وللاسف كانت تكتب في المحاضر انه تعذر حضوره بدون تعليل. تعذر حضوره علاش ما نعرف، رغم ان هذا طرف. واللي زاد اتلج صدري فعلا وعطاني واحد الارتياح واحد الامل كبير ان الحقيقه ولدي ان شاء الله غادي تبان وغادي وحق ولدي ما غاديش يضيع. واحد الجمله اللي قاستني واثرت فيا بزاف ان القاضي قال لي شوف بنتي، انا الملف تنشوفه بالنقطه والفاصله وبسطر بسطر، ودم المرحوم في يدي وغادي نوصلوه ان شاء الله وغنوصلوا للحقيقه. على هاد الجوج هادو اللي فعلا كاينين في الملف هادو، كانوا في السماء ينزلوا كانوا في الارض يطلعوا. هاد العباره راحتني الحمد لله ان الحقيقه غادي تبان ان شاء الله. يعني اللي فهمته استاذه هو السيد الرئيس طلب حضور هاد جوج الاطراف، هو بهذه المقوله اذا كانوا في السماء ولا كانوا في الارض. إيه، طلب انه اصر على حضور هاد الاشخاص هادو اللي هما طرف هذا طرف في القضيه، بعد ما ان للاسف التحقيق كان غفلهم. ان التحقيق تتشوف ان عندك مشتبه فيه بالهويه ديالو بكل شيء ولم يتم الاستماع اليه او التحقيق معه، وهاد اصحاب الرقم تا هما لم يتم الاستماع اليهم. التحقيق للاسف انا ما تنضربش في المؤسسه، هي مؤسسه عتيده واحترمها واكن لها كل الاحترام ونفتخر بمؤسستنا القانونيه كامله. هاد المسائل هذه قاضي التحقيق اعتد بالاعتراف فقط، رغم ان اعتراف ماشي ما نقولش ماشي اي واحد عطيتي اي واحد تيقرا داك الاعتراف تيشوف انه اعتراف ماشي هذا الاقوال المتضاربه على طريقه القتل على شحال من حاجه. وحاجه اخرى بغيت نضيف، القاضي المحترم رئيس الهيئه واللي زاد فعلا انه زاد ريحني فعلا انه
قال لي انا بنتي بديت من البوم الصور ديال الضحيه، وهذه موراها واحد الفهم انه فعلا انه معانا ماشي المعتقله اللي دابا هي اللي قتلت بوحديتها. شفتها في الملامح ديالو، في طريقه الهضره ديالو، باش هذا ان معانا انها ماشي الوحيده المرتكبه للجرم. فيما يخص الاستاذ كنا تكلمنا كذلك على مطالب ديالكم، الخبره على الهواتف، كانوا مجموعه من الامور اللي مهمه. ما تجاوبش معك السيد الرئيس على هذه النقط، وكذلك الخبره. هذه باقي المحامي الموكل ديالنا انه مصر عليها، استقراء الهواتف وكذلك الخبره الجينيه على الملابس ديال الضحيه وعلى المخده اللي كانت على وجهه اللي لقاو. هذه باقي ما جاش التقرير ديالها. هذه هي مصر انهم ما ندخلوش في مناقشات الملف تيكون كامل وتكون فيه هذه الوثائق كامله ديال هاد. لتنوي الرأي العام أكثر أستاذة، جوج الأطراف اللي هما مجبودين في المحاضر ومشتبه فيهم، تعطيني عليهم واش كاينين في المغرب؟ واحد قلتي لي واحد كاين يمكن في المغرب وواحد برا. لا، واحد أكيد كاين في المغرب. كاين برا؟ أكيد في المغرب، والرقم ديالو تيسالي ب 82 وباقي تيستعملوا لدابا. كاين دابا ألف ميم، كاين في مارتيل وهذا شفتهم، والاخر خارج ارض الوطن، جات على لسان المحامي ديالهم. حتى الاخت ديالو اكدت ان مون فريغ يون نيتا ايليغال اون بلج، انه يقيم بطريقه غير شرعيه. وانا مأكده وعندي مصادر الخاصه انه كان هنا وقت الجريمه، كان وقت الجريمه. ولكن حتى كيفاش يتجبد اسمه في المحاضر؟ يعني يكون ما كانش ممكنش يتجبد اسمه. طبعا اكيد طرف راه مشتبه فيه، يعني راه مشاهد. ما كاينش ليه الصيغه ديال انه شاهد، مشتبه فيه. لا، مشتبه فيه في محضر ديال سبعه نوان بير بالتحريات ديال الضابط، بلا ما نقولوا الاسم، انه تم التوصل الى احد المشتبه فيهم بالرقم البطاقه الوطنيه ديالو وبالاسم ديالو كاملا. ما يمكنش يجي هكاك عبثا. يعني استاذ اللي فهمت اليوم انه الملف ما تناقش، الرئيس طالب حضور هذه الاطراف مهمه. حضور هذه الاطراف عاد تبدا المناقشه فعلا ديال الملف، وهذا شيء يريحنا، اعطانا واحد الامل والحمد لله. الا كان شي اضافه استاذ نخلي الكلمه في الاخير. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع الاب ديال المرحوم. حضرتي جمال الجلسه الاستاذه سمعتيها، تبعت الامور، مشات عند السيد الرئيس، سعاده الصدر ديالو، تقبلها، ناقش مع الامور، حس بها. يعني قالت لك قبل ان يكون قاضيا فهو انسان، يعني كلام واضح وفي الصميم. كيفاش شفتي الامور انت استاذي؟ السلام عليكم. كنشكر كل اي واحد كيساندنا ومتبع القضيه ديال ولدي. فعلا الشيء اللي قالته ام المرحوم اليوم كانت جلسه نقدر نقولوا مختلفه على بقيه الجلسات. نضت أم المرحوم وحتى أنا تبعتها، استقبلنا، تكلم معنا كأب، كإنسان حس بالقضية، كإنسان ممكن أنه أي أب ممكن يفقد الولد ديالو، يفقد الكبد ديالو. واللي زاد فرحنا اليوم هو إصراره على هذاك الأسماء اللي كنا كنذكروها احنا دائما، احد المشتبه فيهم قال لك مع هادم خصهم يجيو، كانوا في السماء ينزلوا، هاد العباره هذه، كانوا في السماء ينزلوا، كانوا في الارض يخرجوا. الملف ما غادي يزيدش القدام حتى نسمعنا هادو من جميع الاطراف، يعني واخذ الملف بجديه. وكما حنا كنبحثوا على الحقيقه، حتى هو بغى يعرف الحقيقه وبغى يوصل الحقيقه، وبغى المجرم الحقيقي هو اللي يتعاقب. هذا اللي كيزيد تفرحنا. الامور شويه على الجلسات السابقه كنا كنخرجوا مدمرين، دابا اليوم الحمد لله نتمنوا خير. مازال المسلسل طويل، مازال ممكن تكون مستجدات اخرى، كل شيء ممكن في هذا الملف. هذا في هذا الملف هذا راه نقطه صغيره ممكن تقلب الموازين، لان هذه جريمه قتل، والمجرمين الحقيقيين في هذه الجريمه هذه هما مجرمون محترفين، حاولوا يخفوا المعادن الجريمه، حاولوا يتخفوا، لان بصعوبه باش وصلوا للمرجل الامن. دخلت احنا قلناها سابقا الفرقه الوطنيه على الخط باش وصلوا لهم، وان شاء الله كما كنقولوا بنقطه بنقطه غادي المجرم ستلتف حوله حبل العداله، غادي يوصل ان شاء الله كما كيقولوا المغاربه الروح عزيزه عند الله.
راه ما غادي يفلتوش. نعم مجرد وقت. نعم استاذي بنسولك على الدفاع ديالكم، كنتو كطالبوا نتوما بالخبره على الهواتف وكطالبوا كذلك بالخبره وكذلك كان داك الدفاع ديالكم بقوه يلح لانه تيتكلم على داك السكين. تكلم لي اداه الجريمه، تكلم لي على هاد النقط بالضبط واعطيني النتيجه فين وفين وصلتي. الدفعات اللي كان دار المحامي ديالنا اول جلسه اليوم ولا ذكر بها السيد الرئيس، واللي سمعت انا من الاجابه ديال السيد الرئيس هناك بالنسبه للخبره على الهواتف قال لك راه كاينه متوفره حتى المكالمه الام ديالو كل شيء مسجل. يعني الخبره جات بالنسبه للهواتف عندهم هما، يعني اللي استنتجت انايا. بالنسبه للسكين المحامي ديالنا كيصر بان خصو يعرى ديك الاداه يشك فيها، وقال السيد الرئيس حتى هو معنا يعني دعت الضروره الى ذلك غادي تكون. المهم المحامون ديالنا اليوم يمكن نقولوا ابلغوا البلاء الحسن، حتى هما كانوا في المستوى كنوهوا بهم. اليوم كانت الجلسة الحمد لله، نتمنى الله خير خير إن شاء الله. شكرا لك مشاهدينا الكرام، قلت لك نخلي لك إلى عندك شي إضافة تفضلي أستاذة أو الرسالة ديالك. كلمة أخيرة تنتمنى، مهم هذه بداية حسنة في دراسة الملف، تنتمنى أنه يتطور وتمشي على هذا المنوال إن شاء الله وتبان الحقيقة كاملة. وفعلا احنا عندنا من الأجهزة ومن التقنيات والإمكانيات لا في يد الأمن ولا في يد النيابة العامة أنها مثلا أنها تدخل، والأنتربول راه يجيب هذا اللي هارب. علاش؟ لأنه شريك في الجريمة، راه أمبليكي في الجريمة، وهذا هو الرجاء ديالنا، هذا هو الرجاء ديالنا أن الفعل الفاعلين ما يفلتوش، الفاعلين ما يفلتوش وحق ولدي ما يضيعش. شكرا لك. الجلسة إجلات التاريخ 13 إن شاء الله. 13 الله يفرج عليكم يا ربي أستاذي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صراحة مستجدات مهمة وطريقة الكلام ديال الرئيس اللي تبين الحقيقة في الموضوع يهدف بشتى الطرق وما يخوله القانون. واش هذا القاصر بوحدة لجهة الجرب؟ نعم أم لا؟ سيد الرئيس له من تجربة ما يكفي، وكذلك الدفاع ديال المطالبين بالحق المدني اللي بحث بدقة حول من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام نقط مهمة، السيد الرئيس كما تبعتوا طلب بحضور أطراف مشتبهين في الموضوع، وممكن أن هذا الملف يخد مسار آخر وفيه مفاجآت أخرى. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع قضية المرحوم أنوار العثماني لعدد كبير من المغاربة كيتبعوها، وسوف نوافيكم دائما بجديد حول حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.